مساكم الله بالخير، ومع ريفيو للعبة جديدة خاصة بألعاب البلاي ستيشن 4 واللعبة المقدمة من محل فرصة اللي عندهم كل شيء حصري. ولعبتنا Resident Evil 2 هي لعبة رعب للبقاء على قيد الحياة، تم تطويرها من قبل كابكوم. وقصة اللعبة تتكلم عن ضابط الشرطة ليون كيندي وطالبة الكلية كلير ريدفيل أثناء محاولتهم للهروب من مدينة راكون وقت انتشار الزومبي داخل المدينة. وطبعا تعتبر هذه النسخة الجديدة من لعبة Resident Evil 2 اللي نزلت في سنة 1998. أما اللعبة تم إصدارها على البلايستيشن 4 والويندوز والإكس بوكس في 25 يناير 2019. طبعا اللعبة أشادوا فيها النقاد وأثنوا أنهما ما طلعوا وايد عن القصة الأصلية، وعلى عكس النسخة الأصلية اللي نزلت قبل اللي كانت تستخدم ضوابط الزوايا الكاميرا الثابتة، فإن النسخة الجديدة تتميز بظهور الشخصية وقت التحكم واستخدام منظور الكتف وتشابه لعبة Resident Evil 4. ولتلبية التوقعات الحديثة حاول فريق العمل جعل النسخة الجديدة أكثر واقعية. على سبيل المثال، لو تذكرون النسخة القديمة كان عند ليون حشوات كتف عريضة وغير واقعية، أما الحين تم إضافة الملابس الواقعية لليون بالنسخة المحدثة. فاللعبة ركزوا على الرعب على أمل الحفاظ على الشعور الدرامي المرعب. استخدمت اللعبة محرك من نوع RE وهو نفس المحرك للعبة المستخدمة في Resident Evil Biohazard 7 واللي سمح لكابكوم بتحديد طريقة اللعب. واعترف منتج اللعبة أنهم يحاولون كثر ما يقدرون يخلون الزومبي يبين شكله مخيف أكثر ويضر أكثر من خلال إلغاء الزوايا الكاميرا الثابتة المتعارف عليها، وأيضا اضطر فريق العمل باستخدام طرق مختلفة لاختفاء الأعداء، وأيضا استخدام عناصر مثل تخطيط الغرف والإضاءة والدخان وأيضا الإضاءات الخاصة في التوزيع. وما ننسى تأثير النظام الجديد في الكاميرا على تصميم الصوت، أي ما يعتمد على صوت ثابت من زاوية واحدة. ورأينا بهاللعبة أنها تستحق التجربة وترجعنا لذكريات جميلة، واللي يلعبها أول مرة راح يستمتع وايد. ولا تنسون جوائز الحلوة مع منشن كثر ما تقدر عشان تحصل هاللعبة كجائزة مقدمة من محل فرصة. ونشوفكم في ريفيو ثاني مع لعبة جديدة.